هي مثل ما بتعرفي اكثر ميوزيكال انعرضت وبعدها عم تنعرض بهيستوري اوف برودواي، وهي بيسكلي اول ميوزيكال حضرتها بحياتي، ومن وراء هالميوزيكال انا فت بالفيلد تبع الميوزيكال ثياتر. العالم they're gonna compare، يعني أكيد رح يقارنوا بين العمل هون وبرا، بس هي كقصة الحلو فيها أنه ترجمت على أكثر من 45 لغة وبكل العالم، فالقصة لا هي بحد ذاتها انترناشونال وكثير بتشبهنا وبتشبه الواقع اللي عم نعيش فيه نحن يعني، وبحس بكل العالم كمان. كنت مثل بنتي إلك بس ميترش ميترش فريش وكاش ميترش ما بدي شبه ميترش نوكي ما في شكيته ما في. الشغلة الوحيدة اللي كنت شواعت لانهمها هو الليركس، كيف لانه العربي لغة كتير صعبة، سو نترجم من الانجليزي للعربي كانت تحدي كبير، بس انطوني عن جد شغله كان بعقيد وكتير هين، يعني مثل ما بنحكي بالحياة العادة بيطلعوا هالقد هينين بالغنى. صراحة تفكيره محدود، يعني كمل قبل ما توصل على البيت. ايه هو سيدنا صراحة هي طلبت مني اقول انه انا اللي قدرته، بس انا ما فزت هي اللي قدرته، بس بركي هي تطلع بلاها حطتنا فيني سيدنا. شو هذا بلا نحن زايدين كم نكتة موسيقية كمان يعني تتشبهنا شوي، بس كموسيقى لا ما بنلحقها هي زايدة. أغاني مدتها طويلة، وات ذا سيم تايم الرقص كمان منه رقص سهل، يعني في ليفتس وفي اشياء بتتعب، فهو الموضوع صعب شوي اذا بدي كان النفس. ذاتس واي كلنا اشتغلنا على الكارديو، ركضنا منيح وصرنا كل كيف ما عم نمشي كيف ما عم نركض عم نغني at the same time لنعود نفسنا على هيدا الشيء تما يبين on stage، لأنه مثل ما بتعرفي في أوركستر كبيرة طويلة عريضة وكل شيء لايف. أنا اللي وشكلك فرحان كثير بجريمتك، كثير بتحمس لأنه أنت لما تعرفي أنه واحدة من أهم الميوزيكلز اللي بتنعرض بالعالم رح تيجي على لبنان ورح تنشغل باللبناني ورح ينشغلوا الاغاني باللبناني، فاكيد دغري اوتوماتيكلي يعني بتحس انه بكثير حماس. انا بالنسبه لي خلطه الموسيقى او التمثيل شيء كثير بحبه، لانه انا بحب التمثيل وهذا الشغل الاساسي، وكمان في الموسيقى موجود بحياتي بطريقه او باخرى، فانك تخلطيهم مع بعضهم وتحطيهم على المسرح هذا شيء كثير بحمس يعني، فانا اكثر شيء بسطني انه انا رح اكون على المسرح عم مثل وعم غني عم برقص.